أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة نسعد كثيرا بلقياكم، وأيضا كالعادة محورين لحلقة جديدة من 10 وعشر، وهي الطب الشرعي في اليمن واقع أليم فاضح. والمحور الأول الذي سنتناوله في بداية الحلقة لجنة التحقيق في أحداث 2011، متى ينجز الرئيس وعده؟ استغرق الرئيس هادي عاما كاملا ليصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، حتى أصدره يوم 22 سبتمبر من العام المنصرم 2012، وحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من أول يناير 2011 وحتى 31 من ديسمبر من العام ذاته. القرار لم يتضمن الإشارة إلى استثناء المشمول بقانون الحصانة، وأكد على حق اللجنة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية، ولا يحق لأي كان التدخل في شؤونها أو التأثير عليها أو حتى عرقلة سير أعمالها، ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة. وفي مطلع مايو المنصرم قبلت المحكمة الإدارية المتخصصة دعوى قضائية رفعها شباب الثورة ضد رئيس الجمهورية لتباطؤه في تسمية أعضاء اللجنة عن أسباب العرقلة وعن أبعاد التباطؤ. يسرنا أن نستضيف معي هنا في الاستوديو الدكتور عبد القادر البناء، رئيس التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق في أحداث 2011 ميلاديا، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم، أهلا. وأنا سعيد لأن ألتقي بكم اليوم لأتحدث حول موضوع هام كهذا الموضوع الذي ينتظر الكثيرون من أبناء الشعب اليمني نتائج، ويعني نتائج مبشرة بالوعود التي سمعوها كثيرا يعني بشانه. شكرا جزيلا، ونحن أسعد باللقاء معك دكتور. دكتور، يعني استغرق كما قلنا إصدار القرار عاما كاملا، ومرت 6 أشهر وشهور ولم يعني يسمى أعضاء هذه اللجنة. برأيك هل هذا تماطل من الرئيس أم أنه مناورة أم تكتيك سياسي؟ طبعا نحن مستغربون كغيرنا من منظمات والشخصيات وعموم المواطنين من أن هذا الموضوع رغم أهميته ورغم أن الداعمين له على المستويات محلية ودولية كثيرون، ولكن طبعا الإجابة المحددة على السؤال الذي تطرحينه لا يستطيع أن يجيب عليها إلا المعنيين المباشرون باتخاذ القرار. الصعوبات التي يمكن أن التحقق بها لتبرير تأخير هي طبعا مرتبطة بصعوبات المرحلة الانتقالية التي يمر بها الوطن، والتي تظهر من هنا وهناك أحيانا مفاجئة أسباب، وأحيانا امتداد لموروث الصراع، وأحيانا لكن نحن أنا طبعا سأتكلم كحقوقي وليس كسياسي. أنا أقدر التقديرات السياسية للبعض الذين يرون أن العملية السياسية يجب أن توفر لها كل مقومات النجاح بأشكال مختلفة، وأن هناك أكثر من طرف في العملية ولا يستطيع يعني يتخذ قرار برأي طرف دون سواه، لكن كحقوقي أنا لا يهمني كل هذا الكلام. أنا أرى أن هناك انتهاكات أجمع عليها القاصي والداني، ولا أستطيع لا يمكن أن أقول أن هناك انتهاكات فقط من هي طبعا الضحايا من شباب الثورة، لا يمكن قياس ضحايا آخرين فيهم رغم أن أطراف أخرى تضررت من ما حدث من أحداث، لكن الحديث هنا يدور على أن العملية السياسية لا ينبغي أن تلغي حق الضحايا من أن ينصفوا مهما كانت الالتزامات التي قطعها على أنفسهم السياسيون بشأن التعامل مع المرحلة الانتقالية وكيف ينبغي أن يخرجوا منها. من تضرر ومن انتهك حقه، والقضية تتعلق بموت وبموت ربما أعداد تصل إلى الآلاف وبجرحى يصلون إلى 10,000، هذه القضية لا يمكن أن تكون
أن تسلم نسلمها لكي يتم يعني إدخالها في اللعبة السياسية بكل سهولة وتناسيها. ولكن يعني كما قلت أنك لا تستطيع، ربما لا نستطيع أن نجيب على هذا الجواب إذا كان تكتيكا أم تماطلا، ولكن ربما نبحث عن إجابات من خلال ما نعرفه من الواقع. فهل ترى أنه يكون موقف الرئيس هذا من خلال معايشتك للواقع أن يكون لديه ولو يعني 1% أن يمكن أن يفرط بهذه الدماء؟ هو لا اعتقد انه الرئيس يعني عازم على التفريط، على التفريط في الدماء. طبعا القضيه بمجرد ان اصدر القرار الاول بالمضمون الذي رايناه هو مضمون ارضى الكثيرين يعني ونحن منهم، هذا لا يعني انه ضد الفكره، لكن العمليه الاجرائيه هي اللي الحقيقيه لبدء العمليه يعني هي التي تجعل الناس في حيره، والحديث لا يقتصر على هذا الموضوع. إنها التساهل، لو بالضبط. قلنا التساهل في التسمية، التساهل في إصدار القرار، ألا يعد أيضا تهاونا؟ هو طبعا انا لا اعفي احدا من الكل، طبعا انا كل المنظومة معنية، من وقع على المبادرة الخليجية هي منظومة سياسية وليس الرئيس وحده ولا اطراف طرف بعين دون الآخر، هناك منظومة سياسية معنية وقطعت على نفسها عهدا وفقا للمبادرة الخليجية بأن تنجز جملة من المهام التي تنتقل بنا انتقالا، تنقل السلطة انتقالا سلميا، و يعني تعد وعدت من خلال كثير من بنودها أن تكون قضايا الحقوق محترمة وأن تكون حقوق الناس في مقدمة الالتزامات الواردة. يعني جاءت أيضا قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالموضوع وكثير من تقارير التي قدمت للمجلس لاحقا وكذا لتؤكد على أن الأمم المتحدة لا يعنيها أو ليست مسلمة بحق هذا أو ذاك من أن يمنح إعفاء مما ارتكبه من أي من أنواع الجرائم. هذا كلام واضح ومطروح، فأقصد أنه الأمر هذا فيه وضوح كافي فيما يخص أن الحصانة التي يعتقد البعض أنها ممكن تكون سببا في أن تنتهك حقوق الناس مش واردة. نحن أقل شيء الآن نطالب بشيء واضح، أن اللجنة هذه ينبغي أن تحقق، نحن لا نتهم في سين أو صاد من الناس، نريد أن تظهر لجنة تقول من خلال تحقيق يعني شفاف ونزيه ومحايد ومهني أن الذي جرى 1 2 3 4، هذه أول خطوة ينبغي أن تظهر. إذا يريد بعدها السياسيون أن يلتفوا على النتائج التي سيخرج بها التحقيق أو ستخرج بها المحاكمات إذا سرنا في الموضوع، عندهم 20 طريق يمكن بعدها. أن أول شيء الحقيقة ينبغي أن تظهر وأن يعرف الناس أن الذي جرى 1 2 3 4 وأن المعنيين فيه والمتورطين فيهم 1 2 3 4 من كل الأطراف. ما مدى ثقتك بأن الحقيقة ستظهر إذا كان القضاء ما يزال فاسدا بمجرد أن تشكل لجنة لتحقق؟ ألا يكون هذا باعتبار أنه تضع العربة أمام الحصان؟ نحن نتحدث من وحي القدرة الجبارة التي أبداها شعبنا واستعداده لأن يطالب بحقوقه مهما كانت التضحيات. هذا هو مصدر كل ما يدفعنا الآن لأن نواصل البحث عن الحقيقة بطرق قانونية وعادلة. من أكبر المنظومة السابقة التي كانت متجبرة ومنظومة الحكم أقصد بمؤسساتها المختلفة وتحكم بإرادة مطلقة من أكبرها على أن تقبل الطريقة التي نحن سائرون فيها في الانتقال للسلطة، قادرون على أن ينتزعوا كثير من الحقوق وفي مقدمتها يعني إظهار الحقيقة للناس فيما جرى في 2011 أعتقد. والرهان الحالي هو ليس على يعني الصفقات السياسية أو على الرهان على أن هناك إرادة شعبية ينبغي أن تكون هي المحفز الأساسي لـ 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 يعني لكل من يطمح
في المستقبل أن يبحث عن الحقيقة أو أن يعيد العدل يعني إلى هذا البلد يعني. أترون أنه تتفق مع الدعوة التي رفعها الشباب بأنها جزء من هذه الإرادة؟ دعني أخذ منك الإجابة بعد هذا التقرير دكتور عبد القادر البنا، ونعود لمواصلة الموضوع. أعزائي المشاهدين، تقرير ثم نعود. حينما قبلت أطراف الصراع السياسي بمبادرة نقل السلطة التي اشتهرت باسم المبادرة الخليجية، كانوا يعلمون ومعهم المخلوع التعيس أن تضمن المبادرة للحصانة المشؤومة التي يتحصن بها اليوم للمناورة لا تعني أبدا توفير الحماية القانونية من جرائم الإرهاب. لذا يتعين على المخلوع وأذنابه المشمولين بالحصانة ألا يأمنوا العدالة، ألا يظنوا أن حبرا مكتوبا مانعتهم العقاب المستحق إن عاجلا أو آجلا. لئن لم تكن مجزرة الكرامة إرهابا ومجازر التلفزيون والجزائر والستين والقاع وكنتاكي إرهابا فما الإرهاب؟ ولئن لم تكن هولوكوست تعز ولم يكن قصف أرحب وبني جرموز والحيمة ومن قبلهم جريمة تفجير مصنع 7 أكتوبر بأبين، لئن لم يكن كل هذا الإجرام إرهابا فما الإرهاب إذن؟ ثمة مجرمون يحسبون أن الحصانة صك حماية وحكم بالمناعة القانونية، وثمة من يتخذ منها حصنا لعينا ليعيد ترتيب أوراقه ورص ما بقي معه من بيادق الارتزاق لمعاودة الفوضى في الوطن الذي عاثوا فيه فسادا وأنهكوه تمزيقا. حتى صاحب الكولة الذي فضحه الله على الملأ بيد وطني مخلص أنه ليس إلا راعي عصابة، لا يزال هو وأمثاله قواد المجازر يتمترسون بجدار الأغلبية الكسيحة في البرلمان، يتجاهلون أن صمت الحليم عنهم ليس ضعفا لكن لأجل وطن يستجمع قواه، يتناسون أن قبول حكماء المشترك وقواعدهم الثائرة بمبدأ قبول الحصانة ليس هزيمة ولا خيانة لدماء الثوار بل خضوع لأجل عيون الشعب المؤمن الصابر، ويتجاهلون أن الآلية التنفيذية للمبادرة التي وقعها كبيرهم صاغرا تنص على أن يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. وبناء عليه أصدر الرئيس هادي في 22 سبتمبر 2012 قرارا جمهوريا يقضي بتشكيل هذه اللجنة، وحدد النطاق الزمني لها بما بين 1 يناير 2011 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه. تأخر الرئيس في إنجاز وعده فاحتكم المتضررون وأكثرهم ذو قلوب مكلومة بفلذات أكبادهم، واستبشروا بقبول القضاء الإداري لدعواهم لعل في الأفق إنصافا. صرح ويصرح بن عمر بضرورة أن يصدق نظام هادي في وعده بتسمية اللجنة، ومثله صرحت وتصرح حورية الوفاق وزير حقوق الإنسان، وغيرهم صرحوا وأكدوا وشددوا. وبين كومة التصريحات المتراكمة ثمة دعوات تتردد وانتظار لإنجاز العدالة، لكن السؤال الأكبر متى ينجز الرئيس وعده؟ يقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. إن شاء الله يكون قريبا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعة التقرير، والعودة بنا إلى الاستوديو لمتابعة الموضوع ومناقشته مع ضيفي هنا بالاستوديو الدكتور عبد القادر البنا، رئيس التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق في أحداث 2011. كما رأينا في التقرير أستاذ أنه هي كانت أيضا من بنود المبادرة الخليجية، وكانت واضحة وأصدر بها قرار رئاسي بتشكيل اللجنة، وهذا التماطل وعدم الوضوح، وكما ذكرت أنت أن مبادرات وإرادة الشعب هي التي سوف تنتصر. الآن كما ذكرنا أنه رفع قضية ودعوة قضائية من قبل شباب الثورة والمتضررين أولا، كيف تنظر إلى رفع هذه القضية وقبولها من قبل القضاء الإداري؟ أنا أرى أنه هذا طريق طبيعي جدا، وينبغي أن لا نيأس من أن نطرق كل باب ونسلك كل مسلك من شأنه أن يوصلنا إلى أن تتحول يعني التحقيق في هذه الأحداث إلى أمر واقع يتحقق على الأرض يعني. فالحديث يدور عن مسلك قانوني يعني، ما لجأوش إلى وسيلة يعني غريبة ولا مستهجنة من أحد بالضبط. هل كان بحاجة الرئيس لأن يعني ترفع ضده قضية؟
لأن ينفذ وعده؟ القصة مش هي. هو طبعا انا لا اشوف ان الرئيس يدرك. طبعا انا لا استطيع ان اقول ان الرئيس تنصل ولا ان الرئيس لا يدرك أهمية هذا الموضوع وخطورته، لكن هناك كما أشرت في البداية تقديرات من أطراف سياسية مختلفة يعني يبررون بها السير والخروج، كما برروا لنا من قبلها إقرار قانون الحصانة. هذا القانون فاجأ الكثيرين، ولكن تبريراتهم كانت بأن الخروج بأقل الأثمان من المحنة التي وصل إليها هذا الوطن وإلى آخره كان هو هذا البديل. لا يعني بالتأكيد سيأتون بتبريرات من أن الوضع السياسي معقد وأن الأطراف لم تتمكن من أن تخرج إلى طريق يسهل، وأن هذا سيقودنا ربما إلى تأزيم سريع للأوضاع. لا أنا أتوقع شيء من هذا القبيل كما سبق وأن سمعنا، لكن لا يعني هذا لا يعني أن الأساليب الضغط التي ينبغي أن تسلك لا نلجأ إليها، ينبغي أن نلجأ. أنتم كتحالف، ما هي أساليب الضغط التي ربما تلجؤون إليها أو قد لجأتم لها؟ نحن طبعا في التحالف الذي يعني شكلناه بالمناسبة كان قبيل تشكيل اللجنة يمكن بيومين فقط تم تشكيل تحالفنا، وكنا استبشرنا خيرا بالقرار عندما صدر، وبادرنا لطرح تصوراتنا للطريقة التي ينبغي من خلالها تشكيل اللجنة، من هم وكيف ينبغي أن يخرج هؤلاء من دائرة المحاصصة والتقاسم السياسي وإرضاء الأطراف كلها، لأنه كنا نعرف أن اللجنة إذا تشكلت بهذه الطريقة بأن نرضي الطرف هذا وذاك ونحولها إلى لجنة توفيقية ترضي الكل، معنى هذا أنها لن تقوم بالدور المطلوب منها أن تقوم به بحيادية ونزاهة إلى آخره. هذا كان شغلنا اللي بدأنا نشتغل عليه، ورفع ونشر في أكثر من وسيلة إعلام، لكن وبدأنا وعملنا لقاءات مع رئيس الوزراء نحثه ونؤكد على هذا المبدأ بالذات، انه الرجان نحن مستبشرين خيرا، القرار الذي صدر يعني أفرق الصدور، ولكن التشكيل ينبغي ان يكون وفق معايير مهنية بالأساس وليس محاصصة ولا تقاسم، حتى تستطيع هذه اللجنة ان تشتغل بمهنية قبل كل شيء. ثم بعدها بدأ الانتظار. نحن طبعا ربما نحن بحاجة لمعرفة أسباب الانتظار والتماطل، ولكن نأخذ إجابة من المقربون ربما من أعضاء في وزارة الوفاق ووزيرة من وزيرة الوفاق، وهي الأستاذة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان. الإنسانة حورية، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. أستاذة حورية، ربما نحن بحاجة لنعرف، ربما لأنكم في الحكومة، لنعرف ما سبب هذا التماطل في تسمية أعضاء اللجنة. بداية السلام عليكم. وعليكم السلام. حقيقة أنه هذا الموضوع مهم جدا، وهذا استحقاق من استحقاقات المرحلة الانتقالية، وأول عمل ربما قامت به حكومة الوفاق وتحديدا وزارة حقوق الإنسان التي أنيطت بها هذه المسؤولية هي قضية المخفيين قسريا، الموضوع تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011، وهناك أيضا قضايا أخرى، لكن هذه كانت من القضايا المحورية، لأنه كان هناك انتهاكات كبيرة جدا خلال 2011، كان هناك مواجهات دامية لشباب الثورة السلميين للمعتصمين السلميين في مختلف ساحات الجمهورية، جاءت توصية من المجتمع الدولي بناء على حضور لجنة من مجلس حقوق الإنسان، من المفوضية الثانية لحقوق الإنسان، حينما زاروا ساحة التغيير في صنعاء، ساحة الحرية في تعز وفي عدن، ووقفوا على حجم تلك الانتهاكات. كانت هناك لجنة وزارية، وشكلت لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الإنسان، وزير الخارجية، وزير القادم، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى والنواب، هم كانوا أعضاء في هذه اللجنة الوزارية لتنظر في هذا الموضوع، ووصلنا بعد ذلك إلى صيغة قرار جمهوري يصدر بها قرار جمهوري هذه اللجنة. القرار الجمهوري صدر في سبتمبر الماضي،
حسب الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن يكون هناك اتفاق يعني من القوى السياسية والاجتماعية على هذه اللجنة. وفي كل الأحوال حتى هذا الطرح لأنه ينبغي أن يكون تتفق عليها كل الأطراف، لكن ينبغي لها أن تعمل بمعايير مستقلة، ينبغي أن تكون يعني تستند إلى المعايير الدولية، معايير للحيادية والشفافية بصورة يعني كاملة. الذي حصل إلى أنه كانت هناك الحقيقة مجموعة أسماء رفعت إلى رئيس الجمهورية، والمجتمع الدولي ما زال يكرر السؤال لماذا لم يتم تشكيل اللجنة، لماذا لم يتم تسمية أعضائها حتى تقوم بأعمالها، لأنه إذا ظهرت مثل هذه اللجنة أعتقد أنها ستقلل كثير جدا من الاحتقانات الحاصلة، لأنه الناس الآن يلاحظوا لأنه ما فيش معالجات لبعض المشكلات. ما كان الجواب أستاذة حورية على أسئلة المجتمع الدولي لنقل؟ حقيقة أنا حينما كنت في جنيف حينما شاركت في الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان في قبل حوالي شهرين طرح لي هذا السؤال، وأنه لماذا لم تقوموا حتى الآن بتشكيل أو بتسمية أعضاء اللجنة المستقلة لأحداث 2011. الأمر الآن حقيقة هو بيد رئيس الجمهورية، ويتوقع على أنه يتم الإعلان عن هذه اللجنة. إن شاء الله نتمنى أن يتم الإعلان، لأنه إذا لم يتم تسمية أعضاء اللجنة وإذا لم تقوم هذه اللجنة بمباشرة أعمالها، المجتمع الدولي سيتجه لتشكيل لجنة تحقيق دولية في سبتمبر القادم في دورتها القادمة. هذا هو طرح المجتمع الدولي. تتوقعين متى يمكن أن يصدر قرار بأسماء اللجنة؟ والله يفترض لأنه يكون في أقرب وقت ممكن قبل الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان. نحن في كل الأحوال في وزارة حقوق الإنسان رفعنا رسالة للرئيس الوزراء أخيرا يعني هذا في الأسبوع الماضي لتذكيرهم بهذه المهمة، ونطلب أيضا من دولة رئيس الوزراء أن يرفع الأمر لرئيس الجمهورية للتشاور لاتخاذ ما يلزم في هذا الموضوع. ولكن نضعها أنا أعرف لأنه هناك مشكلات كثيرة جدا في البلد، والسلطة التنفيذية منشغلة بقضايا كثيرة جدا، لكن هذه تظل أولوية مهمة في مجال تحسين سجلنا في حقوق الإنسان في أمام الضحايا. أيضا هذه حقوق للضحايا، ينبغي أن يتم إنجاز هذه المهمة، ولا أنا أعرف إلى أنه يعني يعملون هم قصارى جهدهم. هناك كثير من المشكلات الوطنية، هناك كثير من القضايا التي هم يقفون أمامها، لكن تظل هذه أيضا من ضمن الأولويات التي ينبغي أن يتم الاهتمام بها، ويتم الإعلان عن أسماء أعضاء هذه اللجنة وتباشر هذه اللجنة عملها. في انتظار الإعلان. شكرا لك الوزيرة حورية مشهور وزير حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك، يعني ربما حتى في الحكومة ليس لديهم موعد يعني محدد، والجميع ينتظر القرار. ربما القرار بيد الرئيس، وكما قالت الوزيرة أن هناك من يذكرهم إذا نسوا، ونتمنى أن لا ينسوا هذا الموضوع، لأنه ربما ليس يعني ليس كقلب الأم المكلومة والحزينة، ربما هناك ضحايا هم الذي يتذكرون أكثر. مع ذلك دعنا نعول على المجتمع الدولي الآن، ونعود إلى هذه يعني نأخذ هذه النقطة وهي المجتمع الدولي، ونبتدي أيضا ببن عمر والزياني ومن كان لهم على الأقل تواجد معنا في، وربما يكونوا الآن أصبحنا نعتقد أنهم جزء من اليمن من زيارات وغيرها. تعتقد أنه يعتقدون أن هل لهم يعني ربما وسيلة للضغط لمحاولة لإيقاف هذا الابتزاز السياسي الذي يمارس ضد الشعب بأكمله؟ هو يفترض هؤلاء وسطاء أساسيين في معالجة مشاكل اليمن خلال السنتين الماضيتين كانوا في صلبها، ويفترض أن يكون لهم صوت. لكن طبعا انت سألتين السؤال السابق حول اي وسائل ممكن نستخدمها، وانا ما اكملت. طبعا نحن قد بدأنا منذ فترة، منذ ان بدأ يظهر تلكؤ في اصدار قرار بتسمية اللجنة، العديد من منظمات المجتمع المدني بدأت تتداول في امكانية الضغط بان تأتي لجنة دولية للنظر في الموضوع. هكذا البعض يرى انه طالما ونحن عاجزون هناك اليات
دولية أخرى، وهناك يعني وسائل تستخدم في أكثر من مكان لمعالجة قضايا شبيهة. فعندما تكون المؤسسات القضائية والمؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون وغيره في حالة عجز أن تمارس قضايا زي هذه، بالغالب ينبغي على المجتمع الدولي أن يتدخل عبر تعيين لجنة دولية لممارسة أعمال من هذا النوع. ونحن بدأ الموضوع لدى العديد من منظمات المجتمع المدني يذهب إلى البحث عن هذا المخرج كوسيلة يمكن أن يعني تعوض عن الوسيلة التي كنا ننتظرها. يعني بدأ التواصل بمنظمات المجتمع الدولي. نحن طبعا حتى الآن تواصل مباشر لا فيش، لكن هناك كما أشارت استحقاقات قادمة. نحن مطالبون بتقارير عديدة ستقدم في أكثر من مناسبة قادمة. وعندما تذهبين إلى هذه المنظمات وتكون الحكومة عاجزة عن أن تبرر، في هذه الحالة مسألة أن يطالب المجتمع المدني وأن يضغط في اتجاه تشكيل لجنة دولية ستكون مقبولة جدا. يعني فهذه احد الوسائل التي يمكن ان يتم اللجوء اليها بغض النظر عن دخل بن عمر ولا ما دخلش او الزياني. هؤلاء طبعا هم في عمق العمليه السياسيه، ويمكن ان يواجهوا بتبريرات سياسيه معقده قد لا تجعلهم ربما هم ايضا معنيين بنجاح التسويه السياسيه الذي هم ايضا كانوا شركاء على الاقل في صناعتها. فالا تعتقد انه لابد ان يمارسوا ضغط على الحكومه لربما للتقليل من انتهازيه المتهمين الاولين وربما ظهورهم الان وترتيب اوراقهم بشكل فاضح، وربما قد يؤثر على التسويه السياسيه التي هم يسعون لانجاحها؟ انا اوافق على هذا انهم غير معنيين، يعني انه في هذه القضيه لا يمكن اعتبارهم خارج الله. لكن انا ارى انه الى جانبهم في عندنا في هناك قنوات اخرى ممكن ان تكون وسيله ايضا من المجتمع الدولي. لكن مساله برضو مطالبتهم بان على الاقل يحترموا يعني الجهد الذي بذلوه هم في هذا الاتجاه، وان ينهوه بطريقه مشرفه. هذا مطلوب منهم بالتأكيد. يعني ما هي أضرار هذا التأخير؟ والله التأخير أضرارها على المجتمع بشكل عام وعلى العملية بمجملها كبيرة جدا. طبعا أنا لا أقصر الأضرار على هذا الموضوع. هناك عشرات القضايا. لا تنسوا أن مؤتمر الحوار عندما بدأ عمله بدأ يؤكد على 20 نقطة، ورأى أنها بالضرورة أن تكون بداية للانطلاقة لكي تسهل عملية الحوار لكي نخرج فعلا إلى بر الأمان. يعني ما أنجز في هذا الطريق قليل جدا. ومن ضمنها هذه القضية. طبعا هذه هي قضية من ضمن عشرات القضايا التي ينبغي أن يبدأ بها لكي نطمئن المجتمع هذا الذي نعد بأننا قادرين على أن نصل فيه إلى بر الأمان بأقل الأثمان وبدون خوض صراعات من جديد وإلى آخره. هذا الأثر على هؤلاء الذين ينتظرون، والذين ينتظرون هم كما أشرت قبل قليل الأمهات اللواتي فقدنا أبنائهن، أو من جرح يعني من أبنائهن وأفراد أسرهن الكثيرون، ومن فقدوا باختفاء قسري أو منهم في السجون إلى آخره. كل هؤلاء ينتظرون، وهؤلاء ليسوا بالقليل. يعني نحن عن الآخرين طبعا عموما أبناء الشعب في كل مكان في كل محافظات هذا الوطن ينتظرون مثل هذا الإنجاز. إذن نأخذ هذا الاتصال معي عبر الهاتف. فصل الخط، معلش سنعود الاتصال، ولكن نواصل موضوع المجتمع الدولي. هو كان معي عبر الهاتف إذا تم الاتصال به الدكتور حميد حكيم المسمري منسق Human Rights Watch في اليمن. ربما نحن بحاجة لأن نسأل كيف يمكن أن يضغط المجتمع الدولي على الحكومة اليمنية لإنفاذ قرارات وتوصيات المجتمع كله متفق عليها من باب حقوق الإنسان. والله لو تابعتي تقارير الكثير من المنظمات الدولية، طبعا ليس فقط منظمات الأمم المتحدة، بالنسبة للمفوضية
المفوضية السامية لحقوق الإنسان في آخر تقرير لها تحدثت بشكل واضح حول هذا الموضوع وطالبت بسرعة التنفيذ في آخر تقرير لها. لكن هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية أيضا تؤكد في كل تقاريرها التي صدرت مؤخرا على 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 ضرورة أن يتم التحقيق في 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 تلك الأحداث، ونحن متأكدون أن هذا الموضوع لن ينسوه أيضا كما نحاول هنا أو يحاول البعض أن يتناسى، بالعكس سيكون في مقدمة مطالبهم واهتماماتهم في المراحل القادمة. فيما يخص هذا أعمال اللجنة وما ستخرج إليه إذا تم إن شاء الله قريبا كما يرى ويتوقع الجميع أنه سيكون قريبا، فيما يعني ما قيل أنها ستكون حيادية ومستقلة ولا أحد يتدخل في شؤونها وقراراتها، ما مدى التعارض ما قد تخرج إليه هذه اللجنة مع قانون الحصانة؟ من وجهة نظر حقوق الإنسان، الحصانة كما أشرت قبل قليل لا يحق لنا أن نقبل بها بأي شكل من الأشكال، يعني لا تمتلك أي هيئة محلية أو غيرها حق من أن يعني تعفي فلان أو علان أيا كان من جريمة ثبت أنه ارتكبها. هذا الوضع الطبيعي والحقوق، وما فيش أي معاهدة أو وثيقة دولية يمكن أن نوجد منها مدخل لتبرير إعفاء فلان أو علام من ارتكاب جريمة. ألا يكون هذا السبب في عرقلة ظهور اللجنة أو ولادتها على الأقل؟ هو يعني أنا قلت تحدثت عن هذا الموضوع أن العملية تسير الآن بتأثير، يعني ليست بإرادة سين أو صاد من الناس ولا مؤسسة أو حزب أو طرف بعينه سياسي، هي عملية توافقية يعني يشترك في صناعتها كل الأطراف. ف يعني مسألة أن لكل أثره وتأثيره في مسار هذه العملية بالتأكيد وارد، يعني ما أعتقد أنه الكل سيتعامل بأنه هذا الموضوع يعني يمشي، وإحنا كل واحد له مصلحة معينة من هذا سيتصرف وفقا لمصلحته. فمسألة البعد التوافقي لكل قرار سيتخذ في المرحلة الانتقالية مطروح، وإحنا كنا مرتاحين جدا من التوافق هذا سيستخدم لصالح النظر في قضايا المستقبل، أي شكل من الدولة نريد وأي شكل من المعالجات للماضي ولبناء مؤسسات المستقبل، كنا مرتاحين من أن التوافق سيقودنا إلى تأسيس لمستقبل يرضي الجميع، ولكننا يبدو أنه نفاجأ بأنه التوافق سيجعلنا نتغاضى عن قضايا ينبغي أن تنجز فعلا في وقتها حتى نتحرك للأمام. ربما انتهى الوقت، ويؤسفني أنه حاولنا التواصل بسيد حكيم المسمري منسق Human Rights Watch، ربما في اتصال آخر. ما زالت القضايا كثيرة لدينا وما زال لدينا الكثير من الأسئلة في لقاءات قريبة إن شاء الله. أشكرك أستاذ ودكتور عبد القادر البنا، رئيس التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق في أحداث 2011، وإن شاء الله قريبا نسمع بأسماء اللجنة وقريبا أيضا نسمع بأخبار مفرحة ومبهجة للوطن بأكمله. إن شاء الله كلنا متفائلون بهذا الاتجاه، وعسى أن نسمع قريبا. عسى أن يكون قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين لمشاهدة هذا المحور، أنتظركم أيضا في المحور الثاني الذي سيكون عن الطب الشرعي في اليمن، واقع أليم فاضح بعد الفاصل.
مجددا أجدد الترحيب كثيرا بكم وأسعد أيضا. الآن المحور الثاني وهو عن الطب الشرعي في اليمن، واقع أليم فاضح. قيل قديما أن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. في هذا المحور سنتطرق لأحد أهم وأخطر التخصصات الطبية وأكثرها حساسية، وربما يكون أثقلها أمانة ومسؤولية، إنه الطب الشرعي. ربما لا يدرك الكثيرون أهمية وخطورة هذا التخصص الهام والحساس، ذلك لأن خطأ صغيرا فيه قد يودي بحياة متهم بريء لفقت له تهمة كيدية، ولأنه ذو صلة بقضايا القتل وتحديد أسباب الوفاة والأخطاء الطبية وكشف هويات المجرمين وقضايا الأعراض والاغتصاب وتحديد الأنساب التي تتوقف عليها كرامة الفرد وشرف العائلة. هو مهم وهام معا، لأن أحكام القضاء تستند إلى تقارير العاملين فيه وبه. ترى كيف سيكون حجم الأسى والحزن لدى الأسر التي اعتمدت في قضاياها على تقرير الأطباء الشرعيون. دعونا نتعرف وإياكم على جوانب من الخلل المزمن في هذا التخصص الطبي والقضائي الهام، ولنتعرف على ذلك وغيره من الحقائق المؤلمة نستضيف هنا معي في الاستوديو دكتور فتحي النبهاني، وهو طبيب شرعي وهو من ضمن الأطباء المستقيلين مؤخرا من مكتب النائب العام. فمرحبا بكم جميعا، أجدد الترحيب بك دكتور. شكرا جزيلا لكم للاستضافة الكريمة من قناة سهيل. شكرا جزيلا لك دكتور. دكتور، ربما حينما نتحدث عن الطب الشرعي أغلبنا سمع هذا المصطلح إما في مسلسلات أو يعني أفلام أو غيرها، ولدي أنه هذا تقرير الطب الشرعي حول جريمة وغيرها. نحن بحاجة إلى تفاصيل أكثر عن هذا الطب والعلم الهام. لو بداية تعطينا لمحة عن هذا. طبعا الطب الشرعي زي ما تفضلتم هو يستخدم المعلومات الطبية في مساعدة القضاء والكشف على الجريمة. في عدة مجالات لمجال الطب الشرعي، مجالات واسعة، منها تحديد سبب الوفاة، جريان الاغتصاب والشرف، تحديد السن، الاستعراف على الهويات في مجاهيل الهوية وفي الأشخاص برضو العايشين، وفي أيضا فحص DNA وتحديد المتهم وتجميع الأدلة الجنائية وفحص السموم. هذا تقريبا معظم المجالات التي يتم فيها استدعاء الطبيب الشرعي. طبعا كثير من القضايا تتحتم عليها تحديد تقرير الطبيب الشرعي للبت فيها. فمثلا في بعض القضايا التي يكون فيها اشتباه من نوعية الجريمة، هل هي عبارة عن حادث عرضي أم هي جريمة جنائية؟ فالطبيب الشرعي يستطيع أن يحدد إذا كان العملية عملية انتحار أو حادث عرضي من العملية الجنائية التي تتطلب فيها وجود متهم والتعرف عليه ومحاسبته. كذلك في قضايا الاعتداءات الجنسية يستطيع الطبيب الشرعي أن يحدد ما إذا كانت هنالك تم الحادثة الجنسية والجريمة الجنسية، تحديد الشخص الجاني في القضية. فهذه تقريبا معظم مجالات الطب الشرعي. أهميتها فيما يخص المواطن وحمايته. طبعا إذا كان الطب الشرعي قوي ومتمكن ومرفد بكافة الإمكانيات، يستطيع أي مواطن لا قدر الله تعرض لقضية جنائية أو قضية أخلاقية اللي هي القضايا الشرف والاغتصاب، يستطيع الطبيب الشرعي أن يحدد زي ما أسلفت وذكرت أنه يستطيع التحديد بين القضايا العرضية والقضايا الجنائية. وتحديد القضايا الجنسية يستطيع أن يحدد ما إذا كان الشخص تعرض لاعتداء جنسي أو تحديد المتهم بذلك. وكذلك تحديد سبب الوفيات الناتج عن أسباب التسمم والاستعراف على المجرمين عن طريق الفحص DNA. حتى في القضايا التي لا تكون جنائية، القضايا السرقة وكذا، قد يكون موجود بعض الآثار الموجودة في الجسم مثلا زي العرق أو الدم أو كذا، التي قد توجد آثارها من الشخص المعتدي على حرمة مكان معين كالسارق أو كذا. فيستطيع الطبيب الشرعي بفحص المواد البيولوجية الموجودة من الآثار على المتهم يحدد شخصية الشخص المعتدي. من خلال هذه الأهمية، وأشكرك على هذا الشرح المفصل دكتور، ولكن قد يتفاجأ البعض ربما كما تفاجأت أنا حين قرأت أنه عدد الأطباء الشرعيين
في اليمن لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إن شاء الله. على قدر الأهمية التي يفترض أن تكون بالحماية لحماية أرواح الناس وكرامتهم على الأقل. ربما نحن بحاجة الآن إلى تفاصيل أكثر عن واقع الطب الشرعي. طبعا تفاصيل أكثر منذ قيام الثورة السبتمبرية في 62 والثورة الأكتوبرية في 63، وضع الطب الشرعي ما زال على ما هو عليه، ما فيش أي تطور تقريبا، عاد إلى الأسوأ. كان في بعد الثورة 26 سبتمبر كميتين من الاستعانة بأطباء مصريين، أطباء المستشفيات في المحافظات الجنوبية كان يتم الاستعانة بأطباء ألمان، أطباء بالمستشفيات يحددوا المطالب التي يتقدم فيها القضاء للكشف عن الجريمة. بعد كده تم رفض الطب الشرعي على مستوى الشطرين سابقا وفيما بعد. طبعا عملت ملخص لواقع الأطباء الشرعيين اللي مارسوا المهنة في خدمة القضاء. طبعا ما وصلش العدد ل16 طبيب شرعي، تخيل، خلال 50 سنة من عمر الثورة السبتمبرية إلى الآن عدد الأطباء اللي دخلوا في مجال الطب الشرعي واللي مارسوا الطب الشرعي في خدمة القضاء، ما نقولش عن الناس الأكاديميين الموجودين في الجامعات، الناس اللي يشتغلوا في النيابات والمحاكم. طبعا عدد الأطباء الشرعيين تقريبا 16 طبيب شرعي فقط، كثير منهم طبعا يمارسوا المهنة لفترات وجيزة، بعد كده يحدث انه يا طفش من المجال. اذا نحن بحاجه لنعرف اسباب التطفيش. لو نبجد يعني، لانه قد نقول لكم 16 طبيب شرعي من 50 سنه من قامت الثوره اللي مارسوا الطب الشرعي. كم يفترض ان يكون العدد؟ والله نحن لما قمنا بالاحداث حقنا في المطالبه في تحسين الوضع الكادر الوظيفي ورفض إدارة الطب الشرعي بكادر مزود علميا وبكافة الإمكانيات المادية التي تستخدم في مجال كشف الجريمة، ولجأنا إلى نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، فعملنا بحث مقارنة دولة اليمن بالدول المجاورة، كم عدد الأطباء الشرعيين عندهم كم عندنا الأطباء الشرعيين. فلقينا مثلا على سبيل المثال أنه 68 طبيب كان في الأردن، عدد سكانهم تقريبا 5 مليون، بواقع يصل إلى طبيب شرعي واحد لكل 100,000 نسمة. في مصر تقريبا عدد الأطباء الشرعيين بما يكافئ طبيب شرعي لكل 1 مليون نسمة. عندنا في اليمن كان الوضع أنه 5 أطباء شرعيين ل25 مليون نسمة، تقريبا الطبيب الشرعي الواحد ل5 مليون. بعد كده قدمنا استقالتنا، يعني بعد سلسلة طويلة من المطالبات. أريد أن أخوض معك في الأحداث الأخيرة من تقديم الاستقالة ومن رفع مطالبكم ومن البيانات التي أصدرتموها، ولكن دعنا أولا نتعمق في واقع الطب الشرعي في اليمن بمشاهدة هذا التقرير. أدعوكم المشاهدين لمشاهدة هذا التقرير. إلى التقرير. في ظل حكومات تحترم مواطنيها وإنسانيتهم، وبعد أن توفر لهم من القوانين ما يحفظ لهم خدماتهم ومواطناتهم أحياء، فإنها كذلك تهتم بهم أمواتا، بالتأكد مع كل وفاة عند كل وفاة عن ظروف الوفاة. ومن ذلك يعتبر الطب الشرعي مقياسا مهما لمعرفة مدى اهتمام الحكومة لحقوق مواطنيها، لأن ذلك يعكس اهتمامها بالفرد ناهيك عن المجتمع. لكن وما أسوأها من لكن، في اليمن وفي ظل جهاز القضاء الحالي، فإن الطب الشرعي هو آخر شيء يهتم به القائمون على القضاء، وبالأخص النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء. في اليمن لا يتجاوز عدد الأطباء الشرعيين عدد أصابع اليدين، بل هم مع الزيادة 6، لكن هؤلاء النفر المتخصصون على كفاءتهم وسمو رسالتهم عملوا وكأنهم متاع زائد على النيابة العامة، حقوق مهدورة وحوافز مصادرة وامتيازات توزع بالمزاج. لعل اللافت أن يتجاهل المعنيون جسامة الأمانة التي يتحملها الأطباء الشرعيون، فهي لا تقل أبدا عن أمانة القاضي، لأن القضاء أصلا يبني كثيرا من أحكامه وأكثرها الإعدام على تقرير الطبيب الشرعي. فكيف إذا كان حال هؤلاء المؤتمنون أبأس من حال أقل الشرائح الخدمية وظيفيا، حتى وصلت الجرأة بالنائب الحالي أن يحتجزهم ويحبسهم ويطردهم، بل وحين قدموا استقالاتهم لم يبال بأهميتهم وخبرتهم، فعجل باختيار أطباء كان قد أعدهم لساعة الصفر بغض النظر عن كفاءتهم. لكن على هؤلاء الجدد أن يعوا أن طردهم أو الاستغناء عنهم في أحسن الأحوال لن يكون بأحسن من حال سابقيهم. إن أهم ما ينبغي أن يعرفه الشعب اليمني أن حقيقة الطب الشرعي في اليمن لا تسر ولا تغني لتأكيد الحق شيئا،
فلا معامل متوفرة ولا إمكانات متاحة ولا اهتمام قائم، الأمر الذي يعزز المخاوف والشكوك في كل نتائج سابقة عن جهاز هذا حاله، سيما وأن كثيرا من قضايا الشرف والدماء وقرارات القضاء تبنى على ما تقوله سطور الطبيب الشرعي الخبير الأمين. شكرا للمشاهدة وعودة إلى التفاصيل. دكتور، واقع مرير بالفعل، وأن تكون لكم هذه الأهمية ويكون عددكم هذا الضئيل وتقابلون بهذا التعسف. ربما الآن ننتقل إلى الحديث عن وقفاتكم الاحتجاجية. قد يتساءل البعض أنه ربما أنتم بهذا العدد القليل تعطى لكم امتيازات. هذا ما يتوقعه الكثير. مرة أنا مسافر لمحافظة مأرب لإنجاز مهمة عاجلة وطارئة، بعدين كانت المهمة إنه أكشف على جثة، وكان الجثة مجهولة هوية في جنب الطريق اللي هو وصل من صنعاء إلى مأرب. بعدين نزلت على الطريق في نقطة عسكرية واستضافونا العسكر هناك ووجعت أعضاء النيابة ورحنا نكشف على الحالة. بعدين رجعت قلت بدل ما أرجع لمأرب للفرز انتظر هنا على الخط بالنقطة العسكرية شوفوا لي السيارة عشان نروح. وقفوا لي السيارة الأولى كانت مليانة، الثاني مليان، الثالث أقول لهم خلاص حتى شركب بالشنطة حق السيارة. فوقفوا لي سيارة هيلوكس وركبت بالخانة حق السيارة. كان مستغرب السواق حق السيارة يقول لي أنت يمني؟ قلت له أيوه. مشى شوية وبعدين وقف يشتري نقاط يقول لي أنت يمني؟ قلت له أيوه. ليش السؤال هذا؟ قال ليش يعني كذا شكلك وطالع مارب وراجع مش مسكوك النقطة ورجعوك لصنعاء؟ قلت له لا والله يمني، خرج لك البطاقة حقي، خرجت له بطاقة العمل. قال لي طبيب شرعي وراكب معي بالهيلوكس ورا. قلت له ليش يعني؟ قال نازل ب 180 ألف لداخل مارب وراجع لي راكب ورا، المفروض أكون معك سيارة. قلت له لا أصلا نطرحت السيارة في صنعاء عشان خاف عليها من القبائل من مارب، رغم أنه ما فيش سيارة. هذا كان واقعنا. إحنا ننزل للمحافظات نصرف بدل السفر اللي يصرف اللي هو ثمن بخس دراهم معدودات. طبعا واقعنا لمن يشوفنا القبائل ولا يشوفنا الناس ان الطبيب الشرعي تشتغل بمكتب النائب العام اكيد يعني راتبك ما يقلش عن اقل قاضي. نحن نقول ان راتب الطبيب الشرعي في مكتب النائب العام هو عباره عن راتب موظف اداري زينا زي الموظفين اللي يدخلوهم في مكتب النائب العام ولا في المحاكم، عباره عن خريجين ثانويه بعدين يستمر يدرس ويحصل على البكالوريوس ولا الليسانس في الحقوق، طور بعد كده واشتغل كاتب في الإدارة. نحن حتى ما فيش معانا درجة قاضي في مكتب النائب العام، كاتب شرعي على الأقل نكون مميزين. نحن درسنا 8 سنين طب عام، بعد كده الناس اللي تخصصوا درسوا من 5 إلى 8 سنوات عشان يحصلوا على الدكتوراه، وهم اللي حاصلين اللي دارسين على 4 سنوات وكذا ومعاهم درجة قاضي ودرسوا في معهد القضاء 2 أو 3 سنين. الامتيازات عندهم كلهم. احنا في الطب الشرعي بس الاهم شيء انك تنزل تكشف عشان القبائل ما يقصوش يصيحوش الطبيب الشرعي ما فيش، وعشان برضه احنا نتصرف في الجثه نجيب لهم امر تصريح عشان نروح ندفن. هذا المنظور القضاء بالنسبه للطب الشرعي. اما كيف تتم عمليه تطوير وعمل مؤسسي لاداره الطب الشرعي وللطب الشرعي بشكل عام ما فيش. طبعا من 20 سنة تقريبا هم جالسين محددوش لحد الآن هوية الطب الشرعي هو تبع من؟ هل هو تبع وزارة العدل؟ هل هو تبع النيابة؟ هل هو وزارة الصحة؟ هل هو وزارة الداخلية؟ تخيلي لحد الآن هذا الموضوع اللي قائم. الاتحاد الأوروبي يعرض للحكومة ويعرض لمجلس القضاء الأعلى لتطوير الطب الشرعي ورفض بكافة الإمكانيات تجهيز كل التجهيزات وتأهيل وتعليم الأطباء الموجودين. هم مش عارفين يفعلوا الهيكل الإداري عشان يكون في له مرجعية قانونية يتبع أحد الجهات المعينة. طبعا النيابة دائما تقول إن الأطباء الشرعيين هم عبارة عن جالسين عندنا ضيوف والمفروض يكونوا تبع وزارة العدل، وزارة العدل تقول نحن ما فيش عندنا إمكانيات عشان نستقبل الكادر حق الأطباء الشرعيين، والصحة يقول لهم تابعين القضاء لأنهم هم يشتغلون في مجال القضاء، والداخلية المهم تعددت الاختصاصات في مجال الطب الشرعي ووضعنا هذا كالبائس. إذا بدأنا نسأل على وضع الإمكانيات التي لديكم، الأجهزة، طبيعة كانت العمل لدينا. كانت هي مشكلة، لكن دعني أعود إليها. ولكن بعد هذا الاتصال مع الأستاذ خالد الماوري المدير التنفيذي لمنظمة هود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ خالد، مررنا مرور الكرام على واقع مؤلم
فيما يخص الطب الشرعي في اليمن. أنتم كمنظمة حقوقية كيف تضمنون حقوق الإنسان في ظل وجود 4 أو لا يزيد عن أصابع اليد عدد الأطباء الشرعيين؟ وحقيقة الأمر كمنظمة حقوقية سعينا منذ فترة على التأهيل أو السعي لتأهيل هذا الكادر الموجود، وبدأنا منذ ما يقارب العام في مشروع معين تم تدريب الكادر الطبي، لأنه خلال فترة التدريب بين الدورة الأولى والدورة الثانية فوجئنا بشل حركة الطب الشرعي باستجالة مجموعة من الأطباء الشرعيين. والحقيقة أن هناك يعني وضع غير صحيح من حيث الأصل، لأنه ينبغي أن تكون الأطباء الشرعيين أو مصلحة الطب الشرعي مصلحة مستقلة خارجة عن يد المدعي العام، خارجة عن يد النيابة العامة، وخارجة عن وزارة العدل، وخارجة عن مجلس الأعلى للقضاء. لابد أن تكون هيئة أو مصلحة مستقلة تعنى باستشارات الناس، لأنه من حق المتهم أن يحصل على استشارة وخبير طب وخبير في الطب الشرعي. والآن هذه الضمانة التي كفلت أو كفلت قانونا ودستورا للمتهم لا يستطيع الحصول عليها أو ممارستها لعدم وجود هذه المصلحة وهذه المؤسسة. إذن ما دوركم أنتم كمنظمات في الضغط لأن تكون مؤسسة مستقلة؟ الحقيقة أن البحث جاري طبعا والعمل جاري، نسعى إلى قضية الحصول على مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية أن تكون مستقلة، تلك عن وزارة الداخلية وتلك عن يد النائب العام، حتى تصبح يعني كفيلة بأن تكون هيئة استشارية تقدم الدليل لكل الطرفين، للمدعي والمدعى عليه، للمتهم والنيابة العامة، للمجني عليه وكذا. لكن حقيقة الأمر المجتمع لا يعي، أو حتى حقوق الإنسان أو منظمات حقوق الإنسان لم تأبى بهذه المسألة إلا عند ظهور أكثر من 20 حالة إعدام لأطفال أو ما يعرفوا ب يعني ناقصية المسؤولية الجنائية التي لم يصل أعمارهم إلى 18 عام. وبدأت المنظمات الحقوقية اليمنية تتخاطب مع المنظمات الدولية وبدأ الضغط على هذا الوتيرة، فظهر الخلل. والخلل طبعا ليس بالحجم الهين، انه خلل كبير لا يستطيع الطب الشرعي في بلادنا تحديد اي شيء. واود ان اصحح فكره او موضوع، كما الاطباء الشرعيين الموجودين في اليمن ليس هناك اطباء متخصصين سواء طبيبين، اثنين يعني احدهما مستقيل والاخر رئيس اداره الطب الشرعي بمكتب النائب العام، والبقيه يعملوا في تلك الاكاديمي، تلك الاكاديمي معنا يمكن 3 أو 4 اطباء في تلك الاكاديمي، هذا لا علاقه لهم بمساله القضاء ولا بمساله العمل الميداني. اذا فيما يخص كما ذكرتم توجه المنظمات الدوليه بعد اعدام الاطفال او القاصرين ما دون 18 سنه، وانه كان يهم المنظمات الاجنبيه لانها تتفق مع اجندتهم، لماذا لا تدخلوا معهم من هذا الباب للضغط على الحكومه لتعيين ولتأهيل أطباء شرعيين أكثر والمحافظة على الاثنين الموجودين؟ احنا حاولنا تسليط الضوء على هذه المشكلة منذ ما يقارب العام، ونحن نسلط الضوء على هذه الظاهرة ونقوم بحملات إعلامية وحملات ضغط ومساندة للحصول على استشارات طبية شرعية صحيحة ينالها المجتمع، ينالها المتهم والمدعي، وتكون خارجة أيضا عن سلطة النائب العام. لكن الحقيقة الأمر لا وجود لتجاوب من الدولة، أو تراها الدولة في المصاف الأخيرة، يعني لا يوجد لدينا في اليمن مختبر سموم، لا يستطيع الطب الشرعي تحديد أي وضع من الأوضاع صحيحة، لو يعني يعتمد على كفاءة وقدرة الأطباء الشرعيين المتمرسين أو الممارسين لهذه المهنة. وهذا ما سنتعرف عليه مع الدكتور فتحي عن واقع بيئة العمل لديهم في الطب الشرعي، لكني أشكرك أستاذ خالد الماوري المدير التنفيذي لمنظمة هود على هذه المشاركة. الواقع لبيئة العمل الذي تعملون بها، قلت أنها دمرت، كيف كانت وما يفترض أن تكون؟ طبعا أشكر الأخ خالد الماوري على جهود التي يقوم بها في الدفع في تحسين أداء الطب الشرعي،
نشكر منظمة فود إن قامت بعمل أكثر من دورة تدريبية في مجال الطب الشرعي لتأهيل وتدريب الأطباء الشرعيين. طبعا بس اللي حاب أقوله إن مجال تأهيل تدريب الأطباء الشرعيين هو ما يكملش في الدورات اللي تستمر لمدة أسبوع ولا 3 أيام ولا 10 أيام. مجال الطب الشرعي هو عبارة عن تخصص بعد الطب العام. تخصص الماجستير يستمر ل3 سنوات، تخصص الدكتوراه يستمر 4 سنوات فوق الثلاثة الأولى، ولا في تخصص آخر اللي هو يسمى البورد العربي ولا البورد الأردني مثلا اللي يستمر 5 سنوات، اللي هو يخرج الطبيب في معه استشارية في مجال الطب الشرعي. طبيعة الموجودين لدينا والله 2 أخصائيين طباء شرعيين الآن درس باحثين في مجال الدكتوراه مخلصين السنة هذه. تم التخلص من أحدهم بقبول الاستقالة حقا اللي هو الدكتور عبد الرب العريقي، والموجود الدكتور مختار الحراني اللي هو رئيس مدير دائرة الطب الشرعي في مكتب النائب العام. طبعا كنا موجودين جنب الاثنين الاخصائيين اللي هو ثلاثة اطباء شرعيين اشتغلنا في مجال الطب الشرعي لمدة 5 سنوات ومارسنا العمل، وطبيب شرعي اخر يشتغل في تعز في حكم التقاعد، بس نظرا للاستقالة تم التعاقد معه من جديد، وطبيب شرعي اخر في عدن في سنة التقاعد وقد مريض في عنده مشاكل في القلب بس تبع وزارة الصحة. طبعا بعد قبول إقالتنا أنا أريد أن أوضح ووضح النقطة، لأنك أولا أنت طرحت في التقرير أنه تم الاستعانة بأطباء آخرين كانوا مجهزين لهم. اللي حب أقوله أن الأطباء اللي تم الاستعانة بهم بعد قبول قرار الإقالة اللي تم اتخاذه من قبل النائب العام جابوا 4 أطباء اللي يسموا طلاب امتياز عندهم في كلية الطب، عندهم ما خلصوش على فكرة لحد الآن، عندهم ما استلموش وثائقهم حق التخرج تثبت إنهم أطباء عموم، عندهم ما زالوا في مرحلة الامتياز يسمونها مرحلة التدريب السريري يسمى طبيب امتياز، فهم عندهم لحد الآن ما خلصوش دي الفترة، يعني عندهم ما استلموش الوثائق اللي تثبت إنهم أطباء عموم، والآن يتم الاستعانة بهم والزج في بهم في مجال الطب الشرعي والممارسة الطب الشرعي من أجل إيش؟ يخفف الضغط على مكتب النائب العام بحيث إنه يقولوا إن إحنا ما فيش أي عجز عندنا في الكشف على القضايا، بينما في كثير من الحالة الآن متكدسة في محافظة إب في محافظة تعز اللي يطلبوا لها لجان لإعادة الكشف، ما فيش تقريبا الوضع واقف تقريبا لشهرين على هذا الوضع لأنه ما فيش أطباء شرعيين يقوم بإعادة الكشف لطلب لجان. بحاجة لتفاصيل أخذها منك، لكن دعني أخذ الإجابة على السؤال الأول وهو فيما يخص الإمكانات المتوفرة لديكم. التي كانت برضو أنا مصر الإمكانيات اللي موجودة لدى إدارة الطب الشرعي لعمل الطب الشرعي لا توجد سوى الإمكانيات البشرية اللي هو كان قوام الطب الشرعي زي ما قلنا 5 أطباء شرعيين تم التخلص من 4 منهم بقى 1، هذه الإمكانيات اللي موجودة. الشيء الثاني تعتمد على خبرتك اللي اكتسبته من واقع العمل، هو الشيء الآخر اللي هي عيونك اللي تشوف فيها ولا المشرط اللي تستخدمه في مجال التشريح اللي هو استدعى الأمر، أجهزة مختبرات، هذه كل الإمكانيات. لا تسألنيش عن أي حاجة ثانية، لا تسألوا عن أشياء أنت بدلك تسألكم، يعني لا في معنا مختبر سموم، ما فيش معنا مختبر للدي ان اي، ما فيش معنا مختبر اللي يسمونه الهيستوباثولوجي أخذ العينات، ما فيش معنا حتى مختبر للدم العام لو نشتي نفحص، ما فيش أي إمكانيات. أحيانا مرة من المرات قمنا بتشريح حالة في مستشفى الكويت وتطلب الأمر أن احنا نأخذ عينات عشان فحص الأنسجة، فقلنا نستعين بالمستشفى الحكومي عشان يقدم لنا الخدمة، لأن المطروح تودي العينة لمختبر خارج أقول لك هذه حالة جنائية لا تدخلناش بالموضوع، قلنا نستعين بإمكانية المستشفى عشان تقدم لنا الخدمة. حاولنا رحنا لعند المدير، كانت ردة فعله غريبة عجيبة، يعني لا تحاولوش تحشر احنا بدا المجال مدري ايش، المهم كان ما فيش تعاون. طيب نحن محتاجين لفحص زي كده، ما فيش معنا امكانيات، خلاص انتهى الموضوع، نشتغل ضمن الامكانيات الموجوده معنا اللي هي الخبره العمليه المكتسبه من واقع الاحداث اللي نتعرض لها والكشف على الحالات اليوميه وبس. حاولنا نطالب اول الاحتجاجات حقنا التي اوصلتنا الى ان احنا نقدم الاستقاله حقنا كانت عباره عن طلب بسيط، الآن مضى لنا في العمل في مجال الطب الشرعي 4 سنوات حسب القانون حق الابتعاث، إنه بعد 4 سنوات يتم ترشيح فلان الفلاني لوزارة التعليم العالي للذهاب لدراسة التخصص، بدينا بدا المطلب، مطلب سهل وبسيط، يعني توجهنا بالنائب العام بدل ما يقول يتم تحرير مذكرة لمخاطبة وزير التعليم العالي لتأهيل الأطباء الشرعيين،
كل مره كان يؤجل لنا، احنا يتم تاجيل الموضوع لحين توظيف جدد، يتم تاجيل الموضوع لحين اخلاص السابق من التخصص، يتم. متى بداتم بالضبط؟ كمطالبات حقوقيه بدينا ب 2011، والمطالبات اللي هي الان اللي وصلت احنا للاستقاله بدات ببدايه السنه، مش بدايه السنه. تسلسل المطالب بداتم ب دعم 2011 بدينا بمطالب اصلاحيه كامله، ومن ضمنها كانت التاهيل والتدريب. بعدين بدينا بمطالب اللي هي قصه التاهيل حق الاطباء العموم عشان نحصل على التخصص، بديناها في شهر 12 او قبل شهر 12 تقريبا، بشهر 6 بدينا برفع مذكرات قال يتم تاجيل الموضوع. بشهر 12 مرة ثانية برضو يتم تأجيل الموضوع، بشهر 1 و2 و3 يتم تأجيل الموضوع، قلنا والله يكفي يعني تأجيل الموضوع، خلينا احنا نقدم مشروع كامل متكامل لإصلاح وضعنا كأطباء شرعيين من الناحية المادية ومن الناحية العلمية، يتم إصلاح الوضع ولا خلاص يعني ما عاد بدهاش، لما تعادش نصبر الآن لي 5 سنين أنا موظف مكتب النائب العام، كنت موظف طبعا، وبعد كذا ما حصلتش ولا على أي تخصص، في يوم عيد العمال بدل ما أبكر أكرم لعملي في مجال الطب الشرعي أبكر عاطل عن العمل. طلع رفعنا للنائب العام احنا نطالب بابتعاثنا للخارج لاكمال التخصص، تم المماطله. تقدمنا بعده مطالب بسيطه من ضمنها التخصص كان كمطلب اساسي، والاخر اللي هي باحسان الوضع المادي للاطباء الشرعيين. تم على طول اتخاذ الاجراءات التاسفيه ضدنا من التوقيفات لتوقيف المستحقات للمنع من الدخول للتحويل لنيابه الاموال العامه والى اخره الى اخره الى اخره، لمرحلة ما وصلنا للطفش من العمل. طبعا تدخلت منظمة فود ورئيس نيابة الأموال العامة ورئيس مجلس القضاء على حل القضية، ورجعنا نعمل من جديد بعد ما كنا قد أضربنا لمدة شهر على أساس أنش تعالج المطالب الحقوقية اللي تقدمنا فيها، من ضمنها يعني البند الرئيسي اللي هو كان الدراسة. يعني كنتم تقابلوا فقط بالتأجيل؟ قصة يعني الدراسة بالتأجيل، حتى بعدين لما رجعنا نشتغل على أساس أنه خلاص سيتم مخاطبة التعليم العالي، توجهوا بعض الأخوة في منظمة فضل عند النائب العام، فعندنا التزامات أنه مش نتم سفرنا خلال هذه السنة، خلال السنة القادمة بعد عودة الأخصائيين لما يكملوا دراستهم. النائب العام يرد عليهم أنه اتصل لوزير التعليم العالي وطلب منه 10 منح للطب الشرعي، ووزير التعليم العالي وافق. طيب نحن نشتي خطوات إجرائية، نشتي مذكرات عشان نروح نحن نعامل، منح مش جاية مش على طول النيابة، ضروري من معاملة وقري بعدها، ما فيش استجابة. شوية شوية بديت برضه من جديد قصة التعسفات والتحويل للتحقيق، ضاقت بنا المسائل، فرفعنا لسيادة النائب العام بطلب الاستقالة، لأنه وصلنا لمرحلة مزرية جدا من المعاملة داخل المكتب. هل توقع على أساس أن يقبل الاستقالة؟ على أساس أنه كانت وسيلة ضغط، بحيث أنه مثلا يجلس معنا يقول احنا ليش يا أولادي قدمتم استقالتكم؟ ايش في، ايش وصلكم لذي المرحلة؟ طبعا قدمنا استقالتنا، جلسنا منتظرين الرد تقريبا لمده اسبوع، بعد اسبوع خرج الرد على اساس انه يتم معالجه وضع الاطباء الشرعيين بشكل فوري وتشكيل لجنه. بدينا نتفاهم قلنا سبحان الله يمكن اثمر هذا الموضوع. اليوم الثاني بشكل كذا فجائي يتصلوا بنا، اليوم يوم تعديت المواقف، ايش من مواقف؟ قالوا يا اما انه تكونوا معنا وترجعوا تشتغلوا سته تهاجعين، يا اما انه يتم الاستقاله استقالتكم. طيب ايش راي بقيه الزملاء؟ قال والله رايهم كل واحد محتفظ برايه. قلنا لهم طيب خلوها ليوم السبت عشان نشوف ايش الوضع، نجلس مع الزملاء نتناقش على القضيه. قالوا للان. قلنا لهم اذا هو الان انا وضعي زي وضع البقيه. على طول طلع القرار في 29 في تاريخ 30/4 انه يتم ايقاف مستحقات، يتم قبول الاطباء، استقاله قبول قبول الاستقالات الاطباء الشرعيين، تنزل مستحقاتهم اعتبارا من 1 مايو. المهم كل هذه الاشياء اللي هي تتم المعالجه فيها، زي ما تم معالجه قضيه الاخوه في المحافظات الجنوبيه، انه مثلا اي واحد عنده اي طلب حقوقي او اي شيء يجلس لك بالبيت، يتقاعد بدري، يتم اقالته كذا. فكذا المشكله تبدا، يعني مشكله تبدا صغير كبرت كبرت كبرت. فنحن تم معالجه وضعنا نفس معالجه الوضع في المحافظات الجنوبية اللي وصل بنا الآن لقصة الحراك السلمي. في نظرك الآن بعد ما تم التعامل معكم بهذا التعسف، وهو السؤال الأخير نظرا لانتهاء الوقت، ما الذي يمكن أن تقومون به؟ والله الآن الحمد لله وصلت فكرتنا لكافة أفراد الشعب، بأن احنا قدمنا استقالتنا نتائج الأوضاع التي تعرضنا لها من قبل المدراء المباشرين علينا والمدراء الكبار، فما كانتش قرار استقالتنا هو بالقرار السهل.
انك تتنازل عن وظيفة عامة. كثير من الناس يحلموا بالحصول على الوظيفة العامة، لكن تقدمنا باستقالتنا من اجل ان يتم اصلاح وضع الطب الشرعي. الان انا اسمي الطب الشرعي الامين ولكن ليس بالقوي. كنا نعمل ان يتم اصلاح وضع الطب الشرعي وتكون قضية وطن، بحيث انه تتواكب مع الجريمة وتطورها، بحيث يكون الطب الشرعي سابق للجريمة لا أن تكون الجريمة سابقة للطب الشرعي، حتى يتم الكشف عليها والحد من انتشارها. فتقدمنا بالاستقالة وتم قبولها من النائب العام، ونحن الآن نطرح قضيتنا قدام رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لمعالجة وضع الطب الشرعي، وإن شاء الله قضيتكم أيضا تصل للرأي العام وتصل للرأي العام يتفهموا الحقيقة. لانه الان انا كثير من القضايا مؤجله بسبب انه ما فيش اطباء شرعيين كافيين لاعاده الكشف على الحالات، وفي بعض الحالات تم طلب اعاده كشف عليها وبعدين ما فيش، يقول لهم ما فيش اطباء شرعيين، تم اتخاذ احكام، والان شطلع على احكام من المحاكم الابتدائيه وعلى طول شيء تم الاستئناف فيها، لانه يقول لك انا كنت طالب بلجنة الطب الشرعي تنزل تكشف، ما نزلتش وانتم عملتم الحكم الابتدائي، فسيتم تطويل فترة المحاكمة والمشارعة والريحة والجياع. نتمنى أن تقول إن شاء الله، وأن يعي المسؤولين ويتعاملوا مع المسؤولية بجد، وبالفعل نحن بحاجة لأن الجميع يتعامل بجد مع مثل هذه القضايا، لأنها قضية مهمة تهم كل الناس وتهم أرواحهم وحياتهم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور فتحي النبهاني، طبيب شرعي مستقيل من مكتب النائب العام مؤخرا، ولكن نتمنى عودتك سريعا إن شاء الله، وعودة الأطباء مرفوعي الرأس إن شاء الله، وتلبى جميع مطالبكم لمصلحة الوطن والمواطنين. شكرا جزيلا لك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا لكم على المتابعة، نأمل أن نناقش مواضيع أكثر تفاؤلا وأملا، ولكن ننصدم بواقع مرير حقيقة، ولكننا نناقشه لنرى الأمل من خلاله. إلى لقاء قريب، أترككم والوطن في رعاية الله وحفظه.